وبركاته وبعد. في ظل الشفافية المعهودة بيننا أتحدث إليكم هذه الليلة بكلمات استشعارا مني بحق حضراتكم علينا. ويشهد الله عز وجل أني ما أسست قناة الحكمة تحت شعار وإن تطيعوه تهتدوا إلا كما قلت سابقا وقوفا أمام من تطاولوا على مقام النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتعريفا بالسنة الشريفة لأمته أمة الدعوة وأمة الإجابة. وقد تعرضت قناة الحكمة لما تعرضت له من ضوائق مالية وتضييقات أمنية وإعلامية، بذلت من أجل الخروج من هذه المآزق جميعها الغالي والنفيس، بل وأريق لأجل ذلك ماء الوجه، وقد ساندنا مشاهدونا بقدر ما يستطيعون، وإن تخلى وقتها من تخلى، والآن وقد عادت القناة بفضل الله عز وجل بعد عدد من مرات التوقف، وقد عادت بعد ثورة 25 من يناير التي نسأل الله أن تتم، عادت وقد اختارت الحكمة أن تكون عين المشاهد في قلب الحدث مع شعارنا الرئيسي وإن تطيعوه تهتدوا. فتأسس لذلك برنامج مصر الحرة كأول برنامج توكشو بالمعنى الإعلامي ينطلق من قناة إسلامية حسب علمي، وقد مر بمراحل نمو تدريجية حتى صار معروفا على نطاق لا بأس به وبشهادة الإعلاميين والجمهور. وقمنا أيضا بإعداد العديد من البرامج السياسية والصحفية متابعة للأحداث، وفي إطار كل هذا تحملت ضغوطا نفسية وعصبية وذهنية ترتب عليها العديد من الآثار غير الحميدة على حياتي الخاصة والأسرية فضلا عن حالتي الصحية. فبين ضغوط متابعة ما يحدث وتحمل أعباء السبق وبذل الطاقة لتوجيه الرأي العام ودعم المشروع الإسلامي بشكل عام ودعم الرؤية السلفية بشكل خاص ودعم برنامج تطبيق الشريعة بشكل أشد خصوصية، وبين ضغوط تطورات المواقف بالشارع والثورة ودماء الشهداء التي أحس أنها قد ضاعت وخلافات العلماء التي أراها قد زادت فضلا عن تبدل المواقف بل والمناهج واجتثاث الثوابت في إطار تبريرات المرحلة التي صارت شماعة لجعل كل ما كان لا يجوز جائزا أو كل ما كان يجوز غير جائز. هذا وأكثر وضعني في أمر لا طاقة لي به ولا صبر لشخص ضعيف الطاقة والاحتمال مثلي عليه، ولذلك فقد تأثرت صحيا ونفسيا واجتماعيا جراء كوني أدور في هذا الإطار شديد التسارع من أحداث حولي فضلا عن تحمل أعباء إدارة المشروع بكامله، مشروع قناة الحكمة الفضائية. فكنت ألتزم بتدبير ما يقارب من نصف مليون جنيه شهريا لسداد نفقات القناة بين إعلانات أتحفظ على أكثرها وأرفض بعضها وأقبلها مضطرا أحيانا، وبين اقتراض أتورط في أدائه، وبين دعم يدق العنق بإحسان أصحابه. لذلك فإني بعد أن عرضت كل تلك النقاط الضاغطة علي سريعا على حضراتكم أعلن لكم اعتذاري عن تقديم برنامج مصر الحرة اعتذارا نهائيا لا رجعة فيه، معربا في الوقت ذاته عن شكري لكل فريق العمل الذي ساندني وبذل غاية وسعه وإمكاناته للظهور بالمظهر المناسب قدر استطاعتنا، وعظيم الشكر لكل من ساند البرنامج من مشاهدينا بثناء أو دعم معنوي أو طرح أو رؤية أو فكرة ثاقبة أو نقد بناء جعلنا نطور من أنفسنا ولو قليلا. كما أعلن لحضراتكم أني قد تخليت ونهائيا عن أي منصب إداري في قناة الحكمة وسلمت رئاسة القناة للأخ الحبيب والصديق المقرب الشيخ محمد سعد الأزهري يتولى الإشراف الإداري على منظومة العمل، وهو بإذن الله أهل لذلك، وسأكون معه فترة انتقالية
لترتيب الأمور المعلقة. كما أعلن لحضراتكم أنه قد تقرر جعل ربع ملكية القناة وقفا لله تعالى، ويتولى نظارة هذا الوقف فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى، كما أننا سنبذل وسعنا في مراجعة كافة أصحاب الحقوق لجعل القناة كلها وقفا لله تعالى، يديرها نخبة من أهل العلم والفضل، ويشرف عليهم جميعا الشيخ أبو إسحاق الحويني، والله المستعان والهادي إلى سواء السبيل. وقبل أن أنهي هذه الكلمة، فحري بي أن أتقدم بجملة من الاعتذارات أراها واجبة، وإن كانت لا تعني بالضرورة، اعتذارا عن خطأ مقصود. أبدأ بالاعتذار لوالدي الحبيب رحمه الله تعالى رحمة واسعة الدكتور عبد الوارث الحداد، أني ربما لم أكن على الوضع الذي يحبه لي أو كان يأمله مني، والله أسأل أن يهديني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا الله عز وجل. كما أعتذر لأمي الفاضلة أطال الله بقاءها على طاعته، فكم سببت لها من آلام وأحزان، وأبكيتها وأسهرتها الليالي حزنا وقلقا على حالي بسبب القناة، ففي كل مرة كنت أقضيها متهما في جلسة المحكمة بسبب ديون القناة أو مطالبات أصحاب الشيكات وتعرضي لأحكام بالسجن قاربت 6 سنوات، والتي بقدر الله ثم بدعائها ومساهمات أهل الفضل قدر الله عز وجل أن تصرف عني هذه الأحكام، وأسدد الأموال قبل أن تصرف عني هذه الأحكام وأسدد الأموال قبل تنفيذ الأحكام وقتها. في كل مرة كانت أمي تظل راكعة ساجدة داعية الله عز وجل أن يصرف عني الكرب والسوء، فأعتذر إليك.